أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. مصطلح اليوم هو الفيجا اليونانية. الفيجا وهو النوع الرابع والأخير من تدابير المخاطر، يقيس التعرض لتغيرات التقلبات الضمنية. يشير فيجا إلى الارتفاع أو الانخفاض المحتملين في سعر الخيار بالنظر إلى الزيادة أو النقصان في مستوى التقلب الضمني. فيجا هو الرقم الذي يشير إلى أي اتجاه وإلى أي مدى سوف يتحرك سعر الخيار إذا كان هناك تغيير إيجابي بنسبة 1% في التقلب، وفقط في التقلب يستفيد بائعي الخيارات من انخفاض التقلب الضمني، والعكس هو الصحيح لمشتري الخيارات. وتشير قيمة فيجا نفسها إلى مقدار المكسب من الصفقة نفسها في هذه الحالة. مقدار التغير في سعر عقد الخيار نتيجة لتغير بنسبة 1% في التقلب الضمني للأصل. يتم احتساب فيجا رياضيا، ويمكن أن تكون كبيرة في عقود الخيارات الجديدة. تميل فيجا إلى الانخفاض كلما اقترب تاريخ انتهاء العقد. ليس من الضروري أن يتغير سعر الأصل حتى تتغير الفيجا، هناك حاجة فقط للتغير في التقلب المتوقع للأصل الأساسي. الفيجا دائما إيجابية، وبالإضافة إلى ذلك لها نفس القيمة في الشراء والبيع، وبالتالي فإن أسعار الخيار تزداد دائما كلما ازدادت التقلبات.